Jamais je n'accepterai cette immondice de béton. Cela fait 20 ans que je me bats. المخرج السينمائي الموريتاني محمد هند الذي رحل عن 82 عاما يعد أحد الفنانين الرواد الذين قدموا تجارب سينمائية لافتة في ستينيات القرن الماضي أفرشت لهم السجادة الأحمر وفتحت أمامهم أبواب الفن السابع. ولد الراحل في مدينة أطار وهاجر إلى الرباط ومنها إلى فرنسا حيث درس الفن المسرحي في مدينة مارسيليا وشارك في العديد من الأعمال المسرحية كما عمل ممثلا في عدة أفلام فرنسية قبل أن يقدم فيلم جولة في المنابع عام 1967 وعالج خلاله إشكالية العودة إلى الوطن بعد سنوات الهجرة الطويلة ليواصل بعد ذلك مع فيلم أيتها الشمس عام 1969 وفيلم كل مكان ولا مكان عام 1973 فيما كان فيلمه الأشهر العرب والزنوش جيرانكم الذي حاز به على جائزة التانيث الذهبي في أيام قرطاج السينمائية عام 1974. واصل الراحل محمد هند مشواره في أفلام ملك الحبال، يكفينا من النوم حين نموت، سراوينا، ضوء أسود، وطني، وفاطمة، وكان هذا آخر أفلامه حيث عمل بعدها في الدبلجة. محمد هند يعد واحدا من أبرز السينمائيين الموريتانيين الذين استطاعوا ترك بصمتهم في المهجر ونقل واقع موريتانيا وتطلعاتها من خلال الكاميرا، وهو نفس الحال مع مخرجين موريتانيين عالميين كان لهم حضورهم البارز على السجاد الأحمر لأبرز المهرجانات السينمائية الدولية، ولعل آخرهم عبد الرحمن سيسارو الذي حصد عدة جوائز من خلال فيلمه تمبكتو. عبد الله ولله أسعد تي في نواكشوط.